حصريا يعني ان شاء الله تعالى ان شاء الله مش هتخرج منها الا وانت مظبط الباب التاني، تمام؟ بوعدك فركز معايا، لان احنا الباب التاني كل اللي ناقصنا فيه هي المسائل، ودي حاجة بسيطة جدا يعني ان شاء الله. يعني ركز معايا بقى قوي قوي قوي، يعني ما تتخضش من الناس اللي بيقولك الباب التاني صعب. والله العظيم الباب التاني سهل، انا بحلف بالله العظيم. الفكرة كلها في سيستم المعادلات. دلوقتي احنا بنسأل سؤال، احنا كان عندنا ملح، الملح ده بالنسبة لنا وليكن ان ايه سي ال بالشكل ده، تمام؟ ماشي يا دكتور. وبعدين قال لك الراجل ده بيتكون من شقين، لو احنا قسمناه فالراجل ده شق موجب والراجل ده شق سالب، تمام؟ فاحنا هنسمي الشق الموجب ده كاتيون، وهنسمي الشق السالب ده انيون. حلو، ماشي يا دكتور، الكلام ده سهل والكلام ده احنا عارفينه. قال لك بقى بص، الانيون دون احنا هنشتغل عليه 3 مجموعات، المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الاف سي ال، ثاني واحده المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه ال H2SO4، والمجموعه الثالثه اللي هي مجموعه مين؟ كلوريد البروميد بالشكل ده، تمام؟ بعد كده هنروح لمين؟ هنروح للكاتيونات. الكاتيونات دي هنشتغل عليها كم مجموعه؟ قال لك 4 مجموعات، هنسميها المجموعه الاولى، والثانيه هنسميها المجموعه الثانيه، وهناخد المجموعة الثالثة، وبعد كده هناخد المجموعة الكام؟ المجموعة الخامسة. طب احنا ليه ما خدناش الرابعة؟ وليه ما خدناش السادسة؟ قال لك علشان السادسة كان فيها مشاكل كتير جدا، والرابعة برضو كان فيها مشاكل كتير جدا. يعني ايه مشاكل؟ يعني مثلا هنفترض ان احنا عندنا 20 كاتيون، تمام؟ في المجموعة الرابعة. حلو؟ ال 20 كاتيون في المجموعة الرابعة منهم 5 بيطلعوا ابيض. فلما جينا نميزهم تاني لقينا 3 بيطلعوا مثلا راسب اخضر مثلا، حلو، لقينا 2 منهم بيطلعوا راسب اصفر. فانت عمال تعمل تجارب كتير جدا علشان تعرف اني اكاتيون واحد بس، فدي مشاكل جامده جدا. فاحنا مش هناخد المجموعه الرابعه ولا هناخد المجموعه السادسه. بعد كده المجموعه الاولى كان فيها مين؟ كان فيها الزئبق، وكان فيها الفضه، وكان فيها مين؟ كان فيها الرصاص. انا بس شقلبت العصر، فضه بعد كده زئبق بعد كده رصاص. ده الفضه كان واحد والزئبق كان واحد والرصاص كان كام؟ كان 2. هل لينا كان ليها معادلات؟ ما كانش ليها معادلات. الكشف بتاعها كان مين؟ كان ال HCl بالشكل ده. ماشي يا دكتور. طيب المجموعه الثانيه هيبقى فيها مين؟ المجموعه الثانيه فيها النحاس اللي هو موجب 2، الكشف بتاعه مين؟ اللي هو ال H2S، ومحمض بمين؟ بال HCl، تمام. بعد كده المجموعة الثالثة كان فيها مين؟ كان فيها ألمونيوم موجب 3، وكان فيها حديد موجب 3، وبرضو كان فيها حديد موجب 2 بالشكل ده. الثلاثة دول على بعض كده الكاشف بتاعهم ان H4OH، والثلاثة دول برضو ليهم كاشف تأكيدي، والكاشف التأكيدي كان مين؟ كان ال NaOH. حلو حلو. طيب المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة بالنسبة لنا هتبقى مين؟ هتبقى الكالسيوم، والكالسيوم ده الكاشف بتاعه مين؟ ان اتش 4 الكولوبايت 2 سي او 3 اللي هي كربونات الامونيا. طيب يا دكتور انت كده قسمت لنا الليله، لسه ما قسمتلناش الانيونات. تعال نروح نقسم الانيونات. قال لك الراجل دول اول واحد فيه كان كربونات، وبعد كده البيكربونات، وبعد كده كان الكبريتيد، وبعد كده الكبريتيت، وبعد كده النيتريت او السايو كبريتات، الاول نخليها السايو كبريتات، وبعد كده مين؟ النيتريت اللي هو ال NO2، تمام. بعد كده هنروح لمين؟ هنروح لل H2SO4. يعني ايه H2SO4؟ برضه هناخد فيها كاتيونات. ايه الكاتيونات بتاعتك؟ قال لك السي ال، وبعد كده البي ار، وبعد كده الاي، والاخير مين؟ النيترات ال NO3. طيب البي اي سي ال 2 هناخد فيها مين؟ هناخد فيها 2، اول واحد الكبريتات، وبعد كده مين؟ الفوسفات بي او 4. بص احنا في كل في الانيونات احنا بنشتغل ثلاث تجارب. اول تجربه اللي هي التجربه الاساسيه، تمام. تاني تجربه احنا بنشتغل على التجربه الكشف عن الغاز. رقم ثلاثة احنا عايزين نكشف على ايه؟ على التاكيديه. يبقى احنا كده في اي انيون من الثلاثه دول احنا بنشتغل على اساسيه، تجربه الكشف عن الغاز، والتجربه التاكيديه. حلو حلو يا دكتور. بص بقى اللقطة المهمة جدا جدا والمفيدة، علشان ايه؟ تطلع من الحصة دي وانت الباب التاني كده، تقعد بعد الحصة مجمع الباب التاني ومتسلطن، تمام؟ احنا هناخدهم
جروب جروب. تمام. دلوقتي لو احنا كان معانا ال HCL، بص لو انت مش كاتب المخططات فاقعد دلوقتي اكتبها، لانه والله ما هتحفظ الباب دون من غير المخططات. تمام. بص مهما حاولت تدح في الباب دون وانت مش مجمع المخططات في دماغك فانت عندك مشكلة. بص قبل ما نروح نكتب المخططات والدنيا تبقى لطيفة بالنسبة لنا، احنا عايزين نعرف حاجة مهمة. دلوقتي لو احنا معانا كربونات بالشكل ده، احنا ما بنشتغلش على الانيون بس، امال احنا بنشتغل على مين؟ على الملح. يعني ايه على الملح؟ يعني هنحط بدل الاتنين دي هنحط ان ايه مثلا. تمام. بالشكل ده بعد ما نحطها بنشيل الاتنين دي، خلاص ده بقى معانا ملح. الملح ده لو حطيت عليه ال HCl ايه اللي هيحصل؟ هيروح يتفاعل معاه، يتفاعل ويدينا مين؟ يدينا 3 حاجات. اول حاجة ملح تاني زائد مية زائد مين؟ زائد غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى في التجربة الاولانية طلع مين؟ طلع غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ ماشي يا دكتور. احنا قلنا ان احنا هنشتغل عليه 3 ايه؟ 3 تجارب. احنا التجربة الاساسية طلع غاز، بعد ما نطلع الغاز هنروح نكشف عليه. تعال نشوف احنا مش هنا طلعنا غاز ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك اه. تعال نشوف غاز ثاني اكسيد الكربون لو عقرناه بماء الجير، يعني ايه ماء الجير؟ يعني السي اي او اتش الكل باي 2 هيروح هناك هيدينا مين؟ هيدينا سي اي سي او 3، ده راسب ابيض. تمام. زائد مين؟ زائد ميه بالشكل ده. كده احنا اشتغلنا على مين؟ على التجربه رقم 2. طيب لما نيجي نشتغل على التجربه رقم 3، وركز معايا، لما تيجي تشتغل على التجربه رقم 3 اللي هي التجربه التاكيديه، احنا هنشتغل على محلول الملح اللي هو الراجل ده. بس الراجل ده كان الحاله الفيزيائيه صلب، لكن الراجل ده الحاله الفيزيائيه ايه؟ اقوس. زائد مين؟ زائد التجربه التاكيديه او الكشف التاكيدي. مين الكشف التاكيدي؟ ام جي اس او 4. تمام. الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيدينا مين؟ هيدينا ان اي 2 اس او 4 زائد مين؟ زائد الام جي سي او 3 بالشكل ده. الراجل ده راسب ابيض، فيها مشكله. كل بقى معادله من المعادلات او انيون من الانيونات احنا هنشتغل عليه 3 تجارب اساسيه، كشف الغاز والكشف التاكيدي. هنعمل كمان واحده نجيب مثلا الكبريتيد. تمام. عشان برضو يبقى الدنيا ايه واحنا بنكتب المخطط، تبقى انت مجمع احنا بنعمل ايه، يعني ايه اللي المفروض يتحفظ في الباب ده. تمام. دلوقتي الراجل ده احنا ما ينفعش نشتغل عليه كانيون او كايون، احنا لازم نشتغل عليه كملح، فهنحط الاتنين مكانديا واس كده. خلاص احنا جبنا الملح. تعال نشوف الاساسيه. الاساسيه هنشتغل على مين؟ على ان اي 2 اس. كشف المجموعه مين؟ اتش سي ال بالشكل ده. هيدينا مين؟ الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فراح مدانا مين؟ ان ايه سي ال زائد اتش 2 اس. الاتش 2 اس ده غاز. تمام. قال لك ان الغاز ده، يبقى احنا لازم نروح نكشف عن الغاز. تعال نتخيل هنكشف عنه ازاي. ال H2S لو حطينا عليه أسيتات الرصاص بالشكل ده، دي كده أسيتات الرصاص، يبقى الأول مع الثاني والثاني مع الأول، يدينا مين؟ يدينا CH3 COO H زائد مين؟ BBS ده راسب أسود. خلاص كده احنا كشفنا مين؟ على الأساسية وكشفنا على التأكيدية. ناقص لنا مين؟ ناقص لنا التأكيدية. او احنا كده اشتغلنا على الاساسيه، هو الاساسيه، واشتغلنا على الغاز. هنروح نشتغل على مين؟ على الاساسيه التاكيديه، اسف التاكيديه. هنشتغل على محلول الملح اللي هو الان اي اس زائد مين؟ الكشف التاكيدي بتاعنا اي جي ان او 3. تمام. هيدينا مين؟ الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيدينا ان اي ان او 3 زائد مين؟ زائد الاي جي 2 اس. الراجل ده راسب اسود. هل الكلام اللي احنا قلناه ده يا ندى في مشكلة؟ لا تمام. أو الدنيا بدأت ها؟ يعني بدأت ها؟ يعني اه حلو. تمام. تعالي بقى إيه؟ تعالي بقى نبص على المخطط بتاعنا. دلوقتي الراجل ده كان بيكشف على 6 أنيونات، واحد كربونات والتاني بيكربونات والتالت كبريتيد، وبعد كده كبريتيت، وبعد كده سايوكبريتات، وفي الاخير مين؟ نيتريت. بصي احنا كل مره اشتغلنا على التجربه الاساسيه في الكربونات
راح مطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، هنا راح مطلع برضو غاز ثاني اكسيد الكربون. كده احنا بنعمل ايه؟ تجربة اساسية صح؟ اللي احنا لسه عاملينها اهو، اللي هي التجربة الاساسية. بعد شوية هنروح، وانت بتذاكري بقى ذاكري زي ما انا بذاكر، مش احنا رحنا حطينا على الراجل ده سي اي او اتش علشان نكشف عنه، وراح مطلع سي اي سي او 3، وده بالنسبة لنا كان راسب ابيض يعكر ماء الجير، حصل تمام اهو. طيب هو تمام، السؤال في الحتة دي بالظبط يجي ازاي؟ يعني السؤال مش بقى هيجي فاهم. يقول لك ايه؟ حلو، يجي يقول لك ايه؟ تجربة الكشف عن الغاز ثاني اكسيد الكربون، هو تعكر ماء الجير لفترة طويلة ولا لفترة قصيرة؟ لفترة قصيرة. حلو، ليه؟ علشان لما تعرضناه لفترة طويلة اتحول لبيكربونات، والبيكربونات كانت بتبقى محلول. انا فاكر ان انا قلت لك او قلت لكم ابعتوا لي على التليجرام هوريكم التجربة دي، ومحدش بعت لي الا القليل. التجارب دي موجودة، ابعتها. التجارب دي موجودة. حلو، اتفرجت عليها؟ التجارب دي موجودة عملي، اللي هو انا بوريها لك عملي. ايوه حلو، طيب بعد كده نفس الحركة دي بتتعمل مع الراجل ده، تمام؟ سي اي او اتش الكل باي 2، هنروح هناك هيطلع سي اي سي او 3، وده راسب لفترة قصيرة. طيب بعد كده لما احنا رحنا للتجربة الأساسية أو التأكيدية، اشتغلنا على مين؟ على الام جي اس او 4، يبقى احنا برضو هنا هنشتغل على مين؟ على الام جي اس او 4، تمام؟ الام جي اس او 4 بيطلع راسب أبيض على البارد، تمام؟ مش على الساخن. حلو، يجي يقول لك ايه في قلب السؤال؟ يجي يقول لك في قلب السؤال، هو الراسب اللي طلع مع الكربونات كان راسب ابيض على الساخن ولا على البارد؟ لا، على البارد. حلو، طيب الراجل ده لما احنا رحنا فعلناه مع الام جي اس او 4 في التجربة التأكيدية، راح مطلع ايه؟ راسب ابيض على الساخن. حلو، يبقى احنا فرقنا مرة بين الكربونات والبيكربونات في التجربة التأكيدية بس. ليه؟ لأن في الأساسية طلع نفس الغاز، وفي الكشف عن الغاز طلع نفس الراسب، لكن في التأكيدية واحد على البارد والتاني على مين؟ على الساخن. حلو؟ حلو يا دكتور. تعال نشوف اللي جنبه. اللي جنبه لما احنا حطينا عليه HCl راح مطلع مين؟ H2S. طب عرفت منين؟ أهو لسه قايل إن هو طلع H2S، تمام؟ ماشي، لما احنا رحنا كشفنا عن الغاز ده، كشفنا عنه بايه؟ باسيتات الرصاص، راح مطلع ايه؟ راسب اسود، تمام؟ او اسيتات الرصاص سي اتش 3 سي او او الكل 2 بي بي، فهيطلع ايه؟ راسب اسود اللي هو البي بي اس، راسب اسود. التجربه التاكيديه بتاعته كانت مين؟ روح بص على المعادلات، كانت مين؟ اي جي ان او 3، وكان بيكون راسب اسود اهو. يبقى الاي جي ان او 3 اتكون راسب اسود. حلو، عشان كده قلنا ان الدال كبريتيد بالدال حياته سودة، وانا راسمها كلها بالاسود اهو. ليه؟ لان هو في الاساسيه طلع اسود، وفي التاكيديه برضو ايه؟ طلع اسود. طيب نيجي على اللي جنبه، اللي جنبه كان مين؟ اس او 3. الاس او 3 لما ايه؟ لما جه حاطين عليه ال HCl راح مطلع مين؟ راح مطلع SO2. وال SO2 كنا بنقدر نكشف عنه بمين؟ كنا بنقدر نكشف عنه بالكيتو CR2 O7، تمام؟ وساعتها قلنا ان الراجل ده كان بلطجي، وهو اللي ايه؟ بيكسر الملح اللي جنبه، كان محمضه بال H2O4. وراح مطلع ايه؟ يخدر ورقه مبلله بالكرومات، او بثاني كرومات البوتاسيوم. حلو، حلو. بعد كده رحنا لمين؟ للتجربة التأكيدية. هي التجربة التأكيدية كانت مين؟ كانت الاي جي ان او 3 كان بيطلع راسب ابيض. مالك يا عم الراسب الابيض؟ قال لك ده ايه؟ يذوب، لا اللي هو يسود بالتسخين، يسود بالتسخين. حلو،
حلو. بعد كده لما روحنا للثيوكبريتات طلع مين؟ طلع ال S2 SO2 زائد مين؟ زائد ال S، وال S ده كان راسب اصفر او معلق اصفر. يجي السؤال يقول لك ايه، هو مين الانيون اللي طلع معلق اصفر؟ الثيوكبريتات. تمام، هو بيسأل في الحاجات التافهة دي يا دكتور. اه والله العظيم. وهنحل مع بعض دلوقتي وهنتخيلها. طيب بص على اللقطة اللي جاية، لو انا قلت لك الكاشف بتاعه مين، مش ده اس او 2 اه وده اس او 2 اه، يبقى هو نفس الكاشف، يبقى كي 2 سي ار 2 او 7. فايه اللي بيحصل؟ يخدر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم. ماشي يا دكتور. طب وبعدين؟ قال لك الراجل دون التجربة التأكيدية بتاعته كانت مين؟ كانت اليود. تمام، ايه اللي كان بيحصل لليود؟ يزول اللون. تمام ماشي، اخر واحدة، اخر واحدة في المخطط ده عشان يبقى الدنيا ايه على الاقل بقت لطيفة في الاتش سي ال، لان الاتش سي ال هي اللي مبنية عليها كل الدنيا. لو الاتش سي ال تمام الباقي كله تمام. الراجل دون لما حطينا عليه طلع ال NO، وال NO ده كان عديم اللون. يجي يسألك ويقول لك هو في التجربة الأساسية لأنيون النيتريت الغاز اللي طلع كان مين؟ NO ولا ال NO2؟ لا ال NO. تمام؟ فإيه اللي هيحصل؟ راح اتفاعل مع الهواء وراح مطلع NO2، وال NO2 كان بني محمر. طيب التجربة التأكيدية بتاعته كانت مع برمنجانات البوتاسيوم KMnO4، فإيه اللي بيحصل؟ يزول اللون. تمام؟ ها اه تمام أحمد أنت معايا؟ بص بقى على إيه؟ على إحنا كده إيه؟ خلصنا مجموعة الـ HCl، نيجي لمجموعة مين؟ الـ H2SO4. تعال مجموعة مين؟ أنتوا خدتوا سكرين للسبورة دي؟ ايوه حلو. ال H2 SO4 مش مهم المعادلات قد ما مهم انك تبقى حافظ السيستم بتاع المعادلة. المعادلة والله ما بتتحفظ، والله ما بتتحفظ، المعادلة بتتفهم. تمام، الراجل ده كان بيتفاعل مع 4 حاجات، اول حاجة الكلور او الكلوريد، وبعد كده البروميد، وبعد كده اليوديد، وبعد كده مين؟ النيتريت NO2 او NO3 نترات. حلو، بص تاني، احنا معانا ال HCl او Cl سالب اهو. تمام، الراجل ده الملح بتاعه مين؟ الملح بتاعه NaCl. صح يا دكتور. دلوقتي لو احنا عايزين نشتغل عليه تجربة أساسية، هنشتغل عليه الأساسية ازاي؟ ملح صلب زائد كشف المجموعة، يبقى ال NaCl زائد كشف المجموعة اللي هو ال H2SO4. هيروح يدينا مين؟ الأول مع التاني والتاني مع الأول، فهيدينا Na2SO4 زائد ال HCl بالشكل ده. هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 2. خلاص كده احنا خلصنا، والراجل ده كان ايه؟ كان غاز. برضه هنروح نعمل ايه؟ تجربة الكشف عن الغاز. يبقى هنروح نقول له ان ال HCl لو راح اتفاعل مع الامونيا اللي احنا بنقدر نكشف بيها عن الغاز او النشادر يعني، هيطلع مين؟ سحب بيضاء. لون السحب البيضاء دي ايه؟ NH4Cl، سحب بيضاء. حلو حلو، دي كانت تجربة الكشف عن مين؟ عن الغاز. نيجي بعد كده للتجربة مين؟ التأكيدية. التأكيدية دي هنشتغل عليها ازاي؟ بص، محلول الملح، فين محلول الملح اللي هو ال NaCl؟ هنشتغل عليها الكاشف المخصص بتاعنا. مين الكاشف المخصص؟ AgNO3 بالشكل ده. هيدينا مين؟ الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيدينا NaNO3 زائد AgCl. الراجل ده راسب ابيض. كنا احنا عندنا مشكلة بسيطة، ايه هي؟ ان الكلور والبروم واليود اللي هم الثلاثة دول، كلور وبروم ويود، الثلاثة ليهم نفس الكاشف التأكيدي، فاحنا كنا محتاجين ان احنا نشتغل عليهم كمان شغلانة، يعني كان راسب ابيض يذوب في النشادر.
التاني مثلا كان واصب ابيض يذوب ببطء في النشادر، التالت كان واصب ابيض لا يذوب في النشادر. فيجي مثلا يجي يسالك سؤال ويقول لك احنا معانا رسمه بالشكل ده، الرسمه الاولانيه كانت بالشكل ده والرسمه الثانيه كانت بالشكل ده والرسمه الثالثه كانت بالشكل ده، ويجي يسالنا وهنا مثلا ايه وهنا مثلا بي وهنا سي، ويسالني ويقول لي ايه هو مين اليود ومين البروم ومين الكلور. لو احنا ضفنا نشادر، تمام، عند اضافه النشادر يبقى الاي بالنسبه لي هي الاسرع دابت بسرعه فهي الكلور، البي دابت يعني ببطء شويه فهي مين، فهي البروم، الاخير خالص اللي هي السي هتبقى مين، هتبقى اليود لانه ما دابش، هو فضل زي ما هو ثابت. تمام، تعالى بقى نكتب الكلام ده في شكل مخطط، تمام، عشان وانت بتذاكر بدل ما تقعد تذاكر ساعه ونص، طب يعني او تقعد تذاكر 4 ساعات وتبقى شايل هم الباب، طب ليه، طب ما احنا قاعدين اهو. تمام، تعال نشوف الراجل ده، اول ما بنحط عليه ال H2SO4 في التجربه الاساسيه بيطلع HCl، ال HCl ده كان الكاشف بتاعه كان النشادر، فكان بيكون ايه، سحب بيضاء. بعد كده احنا رحنا للكاشف التاكيدي، مين الكاشف التاكيدي بتاعنا اللي هو الاي جي ان او 3، راح مكون ايه، راسب ابيض يذوب في النشادر. دي اول ايه، دي اول واحده. التانية نفس السيستم بقى، ما خلاص ما انت عرفت يا دكتور، الراجل ده لما نحط عليه هيتكون اتش بي ار، الاتش بي ار ده بالنسبه لنا كان غاز، تمام، الغاز ده كان بيتاكسد بمين، بالاتش 2 اس او 4، يكون مين، يكون ابخره برتقاليه، ابخره برتقاليه. يجي يسالني يعني مثلا عشان يبقى السؤال تمام قوي، لو احنا حطينا مثلا ال H2SO4 على الغاز ده، لون الابخره اللون الابخره اللي هتطلع هتبقى ابخره ايه، ابخره برتقاليه، مالها، قال لك تزرق ورقه عباد او تصفر، معلش اللي بتزرق اليود، تمام، تصفر ورقه مبلله بمحلول النشاء. حلو حلو. طيب التجربة التأكيدية يا دكتور ممكن تقولها، هو نفس الحاجة الـ AG NO3، بس الراجل ده راصد أبيض مسفر يذوب ببطء فين، في النشادر. حلو حلو. بعد كده هنروح لمين، هنروح لليود، اليود بالنسبة لنا هيبقى ايه، نفس القصة، هيطلع الـ HI بالشكل ده، الـ HI هيروح يتأكسد بمين، بالـ H2SO4، فهيكون مين، أبخرة اليود البنفسجية، أبخرة بنفسجية. حلو، مالها، تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا. يجي يسألني ويقول لي هو مين اللي كان بيزرق ورقة مبللة بمحلول النشا، اليود. والله يا دكتور الأسئلة بتيجي سهلة كده، والله بتيجي سهلة كده، تمام. هنروح هناك هيدينا مين، الكشف التأكيدي اي جي ان او 3، فايه اللي هيحصل، راسب اصفر، مالك يا سيدي، قال لك لا يذوب، لا يذوب في النشادر. حلو، يبقى احنا معانا واحد بيدوب اهو، واحد بيدوب، اين السؤال، اهو واحد بيدوب في النشادر، والتاني لا يذوب ببطء، والتالت لا يذوب في النشادر. حلو تمام. بص على الاخير، الاخير هيبقى مين، الراجل ده لما بنحط عليه H2SO4 اللي هو في التجربه الاساسيه يروح مطلع NO2، تمام، وده كان بني محمر. لو انت حطيت عليه نحاس او شويه نحاس او بودره نحاس، ايه اللي هيحصل، ابخره الابخره البنيه تزداد، تزداد الابخره البنيه، تمام. بعد شويه احنا عايزين التجربه التاكيديه، التجربه التاكيديه هتبقى مع مين، مع ال FeSO4 زائد ال H2SO4 اللي هو محمض بال H2SO4، فيطلع ايه، مركب الحلقه البنيه. مركب الحلقه البنيه ده رمزه عامل ازاي، FeSO4 دوت NO. سؤال جه في السنين اللي فاتت، السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، يجي يقول لك ايه، مركب الحلقه البنيه، واحد FeSO4 دوت NO2
رقم 2 اف اي موجب 3 موجب 2 ان او، رقم 3 اف اي موجب 3 ضد ان او 2، رقم 4 يجي يقول لك اف اي اس او 4 هنا 2 وهنا 3 ضد ان او. هو مركب الحلقة البنية، انت كنت لسه رسمه يا دكتور ازاي؟ اف اي اس او 4 ضد ان او. لو جيت تبص على الرسمة او على الرمز ده مش هتلاقيه ده، ليه؟ لان ده فيه 2 وده ما فيهوش حاجة. لو جيت تبص على ده هتلاقي ان الاس او 4 مش موجودة. طب لو جيت تبص على ده هتلاقي ان ده ان او 2 فمش هينفع. لو جيت تبص على ده هتلاقي ان ده عدد اكسل الحديد فيه كام؟ فيه 3. وهنا كام؟ وهنا كان عدد اكسل الحديد موجب 2، ده معناه ان ده برضه مش هينفع. يبقى احنا استبعدنا الف واستبعدنا يعني واستبعدنا رقم 1 واستبعدنا رقم 4، ورقم 3 كان هنا ان او 2 فبرضه استبعدناه. يبقى احنا ما قدامناش غير مين؟ غير 2 بس. هو يا دكتور مش كاتب الاس او 4، مش مهم، ده هو كاتب لك الكاتيون بس وكاتب لك ان عدد اكسده موجب 2 فعلا. يبقى ايه الاجابه؟ ايه الاجابه؟ 2. حلو تمام. ده سؤال. خدنا سكرين. خدنا سكرين. ايوه بص على التالتة. بص على التالتة اخر واحدة في الانيونات اللي هو البي اي سي ال 2. البي سي ال 2 كان عندنا 2، يا اما كبريتات يا اما مين؟ يا اما فوسفات. بي او 4 سالب كام؟ سالب 3. فاحنا بنسأل يا دكتور ممكن تعمل لنا واحدة منهم؟ نعمل يا سيدي، ما نعملش ليه؟ لما احنا جبنا الفوسفات بي او 4 سالب 3 بالشكل دون، جينا نشتغل عليه، قلت لي يا دكتور ده ايون، فاحنا لازم نشتغل على مين؟ على الملح نفسه. فهنجيب ان اي 3 بي او 4 بالشكل ده، هنشتغل عليها تجربة أساسية. يبقى ال ان اي 3 بي او 4 زائد مين؟ زائد الاي جي ان او 3 تمام؟ لا، اللي هو كلوريد الباريوم، اسف، اللي هو البي اي سي ال 2 تمام؟ الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيدينا مين؟ ان اي سي ال زائد مين؟ زائد البي اي بي او 4. الراجل دون 3 والراجل ده كام؟ 2. عشان نوزن المعادلة تبقى الدنيا تمام. العكس يا ولاد، هنا 2 وهنا 3. نوزن المعادلة، نحط هنا 3 ونحط هنا كام؟ أو نحط هنا 6 وهنا كام؟ وهنا 3 وهنا كام؟ 2. كده المعادلة اتغيرت تمام؟ دي كانت التجربة مين؟ دي كانت التجربة الأساسية. نبص على مين؟ على التجربة التأكيدية. التأكيدية، التأكيدية بالنسبة لنا هتبقى مين؟ احنا رايحين نجيب محلول الملح ان اي 3 بي او 4 وهنحط عليها كشف المجموعة اللي هو الاي جي ان او 3. هتروح هناك الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيدينا ان اي ان او 3 زائد مين؟ زائد الاي جي 3 بي او 4. الراجل ده هو راسب اصفر يذوب في النشادر. فروح جايب لي سؤال يعني ايه لطيف. احنا دلوقتي كنا احنا في اليود كان مطلع مين؟ كان مطلع راسب اصفر، اهو راسب اصفر بس لا يذوب في النشادر، واحنا عندنا هنا راسب اصفر يذوب فين؟ يذوب في النشادر. فيروح عامل لي كده مخطط بالشكل ده، سهم مثلا هنا واحد وهنا مثلا الثاني وهنا مثلا الثالث. حلو. ويقول لي والله يا دكتور احنا معانا راسب اصفر، لا خلينا نعكس الرسمه، ادي واحد وده الثاني بالشكل ده، ويقول لي ده A وده B، ويقول لي احنا معانا اتنين راسب اصفر، واحد يدوب والتاني لا يذوب. تفتكري مين اللي بيدوب ومين اللي لا يذوب؟ ندى، مين اللي بيذوب ومين اللي لا يذوب؟ اللي يذوب؟ الايه لا يذوب، ادام هو ثابت يبقى لا يذوب تمام؟ ثابت يعني ما حصلوش حاجه، فالاي لا يذوب تمام. لكن البي ماله؟ يذوب. ليه البي يذوب؟ لان البي، بصي احنا اتكون راسب وبعد كده الراسب اختفى، قل، ادم قل يبقى بيذوب تمام. يبقى البي بالنسبه لنا
ايه؟ مش زاد وبعد كده يبقى البي قل. بالنسبه لنا الفلوس. ايوه زاد وبعد قل، معنى ان هو زاد وبعد كده قل ان هو اختفى في قلب المحلول، صح؟ ماشي، يبدأ يذوب. يبقى انا يذوب. قلت ايه يا بيه، معلش. تمام. طيب الايه لا يذوب اللي هو مين؟ اللي هو اليود. تمام، حلو جدا. تمام. تعال بقى نكتب الكلام ده في المخطط. تمام، لان انتم مكسلين يا اخوانا، انتم مكسلين تكتبوا المخططات. انا ممكن ابعت يعني ارفع لكم سكرينات لناس عامله مخططات، اللي هو يعني انا ما برضاش انزلها عشان حسد والله العظيم، مش اكتر يعني، اللي هو ايه، بس انا هوريها لكم يعني، انا ما عنديش مشكله، يمكن يعني ده يحمسكم. تعال نشوف الراجل ده لما حطينا بي ايه سي ال 2 عليه، راح مطلع مين؟ راح مطلع راسب ابيض. ملك يا سيدي، قال لك لا يذوب في الاتش سي ال، مهم جدا جدا المعلومه دي. لكن لما حطينا هنا ده كون راسب ابيض، مالك يذوب في الاتش سي ال. تمام، يبقى احنا معانا هنا دلوقتي واحد لا يذوب في الاتش سي ال، ومعانا واحد يذوب في الاتش سي ال. تمام، حلو. بص بقى اللقطه اللي جايه، لما احنا حطينا التجربه التاكيديه بتاعت الراجل ده كان سي اتش 3 سي او او اتش. تمام، فالراجل ده سي او اتش ايه، سي او او 2 بي بي اللي هو اسيتات الرصاص، فراح مكون راسب ابيض. لكن لما حطينا هنا حطينا اي جي ان او 3، وراح مكون راسب اصفر يذوب في النشادر. حلو، هسألك سؤال مباشر يا ندى، هل المجموعة بتاعت كلية الباريوم احنا طلعنا غاز؟ نعم. هل مجموعة كلية الباريوم احنا طلعنا غاز؟ مش سامعة، معلش. هل مجموعة كلوريد الباريوم طلعنا فيها غازات؟ لا، حلو، يبقى انا لو سألتك سؤال لطيف تاني وقلت لك مين المجموعة اللي ما بتطلعش فيها غازات او لا تعتمد على هي على كلوريد الغازات؟ البيت. طيب لو انا قلت لك ان مجموعة ال HCl كانت بتعتمد على ايه في التجربة الأساسية؟ سؤال جه في الامتحان السنة اللي فاتت، تجربة ال HCl كانت بتعتمد على ايه في التجربة الأساسية؟ على الغازات. احنا كل مرة حطينا في التجربة الأساسية راح مطلع غاز، صح؟ يبقى مجموعة ال HCl ومجموعة ال H2SO4 كانت في التجربة الأساسية كانت بتعتمد على مين؟ على الغاز. لأن في السؤال ده لما حطيته الأغلب اعتمد إن هو بيطلع راسب، يا إخوانا بيطلع غاز أهو، غاز. كده إحنا خلصنا مين؟ خلصنا الأنيونات كلها. تمام، لو انا كنت بحلهم مع نفسي كده وبجري بيهم، فانا تقريبا كنت هحلهم في 10 دقائق او ذاكرهم في 10 دقائق. ليه؟ لو انت حفظتي ايه؟ ليه 10 دقايق؟ قليل كتير؟ قليل. عشان احفظهم. فانت والله العظيم انا معايا ناس والله العظيم بيذاكروا الباب التاني في نص ساعة، يعني هو الباب كله بيذاكر في نص ساعة لأنهم حافظين المخططات، هم بيحافظين يعني بيذاكروا طب بطريقتي. ما تقول لي يا دكتور ازاي؟ طيب طب ما أنا هقول لك أهو، ذاكري بالطريقة دي، ذاكري بالطريقة اللي أنا قلتها النهاردة، ذاكري بالطريقة اللي أنا قلتها النهاردة. تمام، ما تدحيش ما تدحيش ما تدحيش. الباب التاني مش بتاع دح، الباب التاني بتاع ناس دماغها رايقة. فانت روقي دماغك كده في ساعة عصاري، والله مش بهزر، روقي دماغك في ساعة عصاري وذاكري الباب التاني. حلو، لكن هتقفش الباب التاني، الباب التاني هيقفشك، مش انت اللي هتقفشيه والله. يا مهو ما فيش نوم. لا لسه 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 الفرصة متاحة. حلو، طيب تعال بقى ناخد مين، نعمل نفس الحركة دي مع الكاتيونات. طيب احنا كنا في الكاتيونات، كاتيونات كان عندنا كام جروب؟ كان عندنا 3 جروبات، المجموعة الأولى ودي كان فيها إيه جي
موجب واحد وكان فيها زئبق موجب واحد وكان فيها بيبي موجب اتنين. الراجل ده مع بعضه كده بيطلع ايه؟ او الكاشف بتاعه كان HCl مخفف. فانا ممكن اجي اسالك سؤال، هو ال HCl المخفف كان ينفع كاشف كاتيوني فقط ولا انيوني فقط ولا كاتيوني وانيوني؟ الاثنين. الاثنين، لان هناك كان عندنا مجموعه ال HCl وهنا برضو كان معانا مين؟ المجموعه الاولى. طيب بعد كده رحنا لمين؟ للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه دي كان فيها مين؟ كان فيها النحاس بس موجب اتنين. النحاس ده كنا بنكشف عليه بايه؟ بال H2S زائد مين؟ زائد ال HCl المحمض. فكان يكون ايه؟ راسب اب اسود، كان بيكون راسب اسود. كده احنا خلصنا المجموعه الاولى وخلصنا المجموعه الثانيه. نيجي للمجموعه الثالثه. تمام، المجموعه الثالثه فيها كل الشغل. هنا الومنيوم موجب 3 مره، وحديد موجب 2، وحديد موجب كام؟ وحديد موجب 3. تعال ناخد مثال يا دكتور في حديد موجب 3. حلو، دلوقتي هو الراجل ده كان شق موجب ولا شق سالب؟ شق موجب. حلو، معنى ان هو شق موجب يبقى احنا عايزين شق سالب علشان نكون ملح. فانت هتشتغل على مين يا دكتور؟ انا بحب اشتغل على السي ال او الاس او 4. فاحنا مثلا هنفترض ان احنا هنحط عليه سي ال 3، ده بالنسبه لنا مين؟ ده ملح. المره اللي فاتت كنا بنحط ان ايه مع السي ال، او الان ايه مع الكربونات. تمام، مع الكربونات وهكذا. ليه؟ لان ده كان شق سالب، فكنا بنروح نجيب شق موجب. بما ان الراجل ده شق موجب فاحنا هنروح نجيب شق ايه؟ شك سالب. واحد تاني حب يقول لي يا دكتور طب ما احنا ممكن نحط ان الاي ال مع الاس مثلا. براحتك، بس هتيجي توزن تلاقي الدنيا مش مظبوطه. حلو، هنا اتنين وهنا تلاته، لما تيجي توزن تلاقي الدنيا اتلخبطت معاك. طيب كشف المجموعه التالته كان مين؟ كان ان اتش 4 او اتش. حلو، حلو يا دكتور. بص بقى اللقطه اللي جايه، بص اللقطه اللي جايه احنا هنشتغل عليها تجربه اساسيه. الاي ال سي ال 3 لو حطينا عليها ان اتش 4 او اتش اللي هو كشف المجموعه، ايه اللي هيحصل؟ الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيكون اي ال او اتش الكل كام؟ الكل باي 3 زائد مين؟ زائد ال ان اتش 4 سي ال. تمام، نوزن المعادله، نحط هنا 3 ونحط هنا 3، كده المعادله اتوزنت. الراجل ده لونه ايه؟ راسب ابيض جيلاتيني يذوب في الاحمر. ماشي ماشي يا دكتور. طيب وبعدين احنا هنروح نجيب في دي كانت التجربه الاساسيه. لما نيجي نشتغل على التاكيديه هنشتغل ازاي؟ قال لك محلول الملح اهو اي ال سي ال 3 زائد ال ان ايه او اتش، سواء للالومنيوم سواء للحديد 2 سواء للحديد 3، الاول مع الثاني والثاني مع الاول، فهيكون مين؟ اي ال او اتش الكل باي 3 زائد مين؟ زائد ال ان ايه سي ال. حلو، حلو يا دكتور. طيب وبعدين الراجل ده هو كان راسب ابيض برضو جيلاتين. طب انت عرفت منين؟ خلي بالك لو انت مركز معايا هتعرف ان الراسب ده هو في التجربه الاساسيه هو نفس الراسب اللي طلع فين؟ في التجربه التاكيديه. فلو انت شغال في الكاتيونات والراسب في التجربه الاساسيه ما طلعش هو في التجربه التاكيديه، سواء في حديد اتنين في الالومنيوم في اي حاجه تانيه، اعرف ان في مشكله عندك. تمام؟ تمام. قال لك ان الراس الدون كان بيذوب تاني في مين؟ في وفره من الصودا الكاويه اللي هي ال NaOH. تمام، او هيدروكسيد الصوديوم، وبيكون حاجه اسمها ايه؟ ميتا الومينات الصوديوم. تمام، ده رمزها زائد ميه، اسمها ايه؟ ميتا الومينات الصوديوم. يجي يقول لك هو مين اللي كان بيذوب في الوفره من ال NaOH؟ هل الالومنيوم ولا حديد 2 ولا حديد 3؟ الالومنيوم، وكان بيكون ميتا الومينات الصوديوم. حلو، يبقى الراجل ده في التجربه الاساسيه طلع راسب ابيض جيلاتين، لكن الراجل ده طلع راسب ابيض مخضر، لكن الراجل ده طلع راسب بني محمر. كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا الاساسيه. تعال نبص على التاكيديه كده. حلو، بص على التاكيديه. ما نبص يا دكتور احنا بنخاف. التلاته برضه نفس الكشف ان ايه او اتش، ده بيكون راسب ابيض، ده بيكون راسب
ابيض مخضر، ولو كان بيكون ايه؟ راسب بني محمر. كده خلصنا مين؟ خلصنا المجموعه الثالثه. اخر مجموعه معانا اللي هي مين؟ اللي هي المجموعه الخامسه. محدش يقول لي المجموعه الرابعه، احنا ما بناخدش المجموعه الرابعه. يبقى احنا هناخد مين؟ ناخد المجموعه الخامسه. الخامسه، المجموعه الخامسه ده كان فيها مين؟ كان فيها عنصر الكالسيوم، والكالسيوم ده كنا بنكشف عنه بمين؟ بال NH4 2CO3، وبيكون ايه؟ وبيكون راسب ابيض. مالك؟ قال لك لا يذوب في الميه، لكن يذوب في الميه اللي فيها ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ وبيكون بيكربونات. بعد كده التجربه التاكيديه كان عنده اتنين، واحده مع ال H2SO4 وكان بيطلع راسب ابيض. خلي بالك ان ال H2SO4 مخفف مش مركز. تعال مين بقى الاخيره؟ الكشف الجاف. كشف الجاف كان بيحول لهب بنزين، لهب بنزين الى مين؟ الى احمر طوبي. حلو كده، يبقى احنا خلصنا مين؟ خلصنا الكاتيونات، وخلصنا اللي احنا خدناه لحد دلوقتي. خدنا كام دقيقه تقريبا؟ يعني خدنا 40 دقيقه تقريبا. حلو، بص